السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في كل زمان وفي كل مكان. اليوم هنتكلم عن أحد الدروس الأخلاقية اللي تعرضت إليها وهو درس التلفزيون. درس التلفزيون هم درسين، درس في مدينة كولون ثم درس آخر في مدينة الخرطوم في السودان. كنت مدعوا لحضور اجتماع مجلس إدارة الإغاثة الإسلامية هناك في كولون، فأخذني الأستاذ طارق عفيفي مدير المكتب إلى الفندق والذي كان في وسط المدينة، وكان فندقا صغيرا متواضعا ما بين 3 أو 4 نجوم. وكان الأمر ليلا في الساعة حوالي 6 أو 7، وقال لي سوف أتيك في الساعة 8:30 تناول طعام العشاء سويا. دخلت إلى غرفتي، وكان من عادتي أن أتصفح قنوات تلفزيونية باحثا عن القنوات العربية، فجلست إلى جوار سريري على مقعد في الغرفة وبدأت في البحث، فوجدت قناة مفتوحة تعرض الأفلام الجنسية بأسوأ ما فيها من صور. ومن تعرف في ذلك الوقت أن الفنادق لتضع هذه القنوات على برامجها تخطر النزلاء وتجعل القنوات مفتوحة، فتسمرت في الغرفة ولم أكد أصدق بأني داخل سينما عرض إباحي جنسي، وشعرت بالصراع العنيف بين الشياطين الذين يزجونني ويدفعونني إلى الاستمرار في المشاهدة، والملائكة الذين يجذبونني نحوهم محاولين إنقاذي من هذا المستنقع الآثم والأثيم. فماذا فعلت؟ أغلقت التلفزيون، والصراع يمزقني، والصراع بين الطرفين يمزقني. أطفأت النور وخرجت من الغرفة مهرولا، والصراع بين الملائكة والشياطين قائم على أشده، فأنا وحيد ولا يراني أحد. نزلت إلى بهو الفندق وانتظرت طارق لأكثر من ساعة، خشية أن يوسوس لي الشيطاني أن أصعد مرة أخرى لكي آتي بحاجيات فتسوقني قدماي ويداي إلى مشاهدة هذا العرض المستمر والمباح مرة أخرى. مكثت منتظرا الأستاذ طارق في شوق، فحين أتى إلى الفندق وجدني جالسا في البهو قال لي لما نزلت وجلست هذا ولم تستريح في الغرفة بعد عناء سفر. فقصيت عليه القصة وحاولت تغيير الفندق، ولكنه قال لي أن هذا هو الفندق الوحيد الذي وجد فيه غرفة في هذا الوقت لوجود مؤتمرات ومعارض كثيرة في المدينة. تناولنا طعام العشاء، ثم رجعت كالسجين المظلوم المقهور المساق إلى مصير مجهول لا يعرف أسوف يكون فيه من الناجين أم من الخاسرين. وحاولت أن أتأخر في تناول طعام العشاء لكي أذهب إلى غرفتي مجهدا متعبا، فألقي جسدي على سريري وأصبح في نوم عميق، ولكن هذا ليس كافيا. فماذا فعلت بعد أن دخلت إلى غرفتي؟ أخفيت جهاز الريموت بتاع التلفزيون داخل إحدى الأدراج لكي لا أفتح التلفزيون. دخلت لأتوضأ حيث لم أكن قد صليت العشاء من بعد. جاءني هاتف قيام الليل، ولم أكن ممن يحسنون قيام الليل، فتوكلت على الله لأصبح داخل معية الله الشعورية وبين يدي الله سبحانه وتعالى. خاصة وفي الركعتين الأولتين شعرت فيهما بأن الصراع محتدما والمعركة ضروس بين ملائكتي وشياطيني. تجاوزت الركعتين الأولتين بنجاح أقل من 40-50%، مما شجعني على الاستمرار في القيام كي أنتصر على شيطاني إلى الأبد وأنام بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى سكينته عليه. فدخلت في ركعتين أختين وهكذا إلى أن أجهدت وأنهكت، فقيت جسدي على السرير ونمت نوما مباركا من الله سبحانه وتعالى، ولم أستيقظ إلا في الصباح والحمد لله. وهذا فضل من الله من الله بي علي في هذا الوقت. فاحذروا التلفزيونات والغرف المغرقة. سنتحدث عن الدرس الآخر فيما بعد من مدينة الخرطوم إن شاء الله.